اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. بايدن يتصل من اجل معرفه اخر تقرير للسي اي اي والدي اي اي بخصوص التطورات الشرق المتوسط قبل ساعات من بدء ما يسمى بعمليه الحفر الرابعه. اول تطور من تركيا إقالة أو على الأقل تقاعد كل من قائد الجيش الجوي أو القوات الجوية وقائد القوات البحرية دفعة واحدة. الأمر يتعلق بقائدين قويين أزيح اليوم إلى التقاعد أو دون تجديد لهم كما اليوم مع رئيس الأركان. رئيس الأركان أضيفت إليه سنة، وهذا هو التطور المستجد بالنسبة لي. يسار بولر، إذا لدينا سنة إضافية لرئاسة الأركان، ولدينا الحفاظ على قيادة القوات البرية، وهناك تغيير على مستوى القيادة الجوية والبحرية. هذا يعني مباشرة أن الحاجة إلى القوات البرية أبعد بكثير في عملية الحفر الرابعة في الشرق المتوسط، لأنه قبل 4 أيام يتقرر تماما تغيير لقيادتي القوات البرية والجوية. قبل 4 أيام من عملية الحفر الرابعة يكون هذا القرار. هذا الذي يطرح سؤالا بالنسبة لجميع وكالات الاستخبارات الغربية. الأمر يتعلق إذن بإمكانية تجديد واضحة وصعود لصقرين للقوات الجوية والقوات البحرية، اللتان هاتان القوتان يحتاج إليهما التركي في شرق المتوسط أمام عملية الحفر الرابعة. إذا أي اشتباك اليوم ليس فيه قوات البرية، أو على الأقل هذا ما يعتقده تماما اليوناني وتقدير CIA، بأن الحرب المحتملة والتي يتخوف منها بايدن بشكل كبير، لا يريد بأي حال تحويل ما كان في تايوان مع الصينيين وإثارة الصينيين إلى إثارة الأتراك بنفس الطريقة. هذا لا يريده الآن بايدن بشكل مباشر، وهذا ما أوضحه لوزير دفاعه، كان أمرا واضحا في مكالمة لـ7 دقائق و12 ثانية. إذن الأمر هنا واضح. الأمر الثاني أن تركيا تعتمد على القوات الجوية والبحرية لإدارة العملية، معنى ذلك أن التأهب نحو الحرب قائم. هذا هو الأهم، التأهب نحو الحرب أمر قائم الآن. إذن هذا يعرفه الجميع، ورئاسة الأركان التي تعتبر أنها رئاسة أركان حرب بالأساس، فالأمر يتعلق بتمديد سنة لرئيس الأركان الحالي، وهذا يعطي أفقا آخر إلى أن أردوغان يثق في رئاسة الأركان الحالية بشكل كبير جدا. هذا مهم للغاية. لكن بالنسبة للأمريكيين فإن تغيير القوات قيادة كل من القوات البحرية والجوية تعني أن العملية لن تكون حربا شاملة، وإنما أن تكون عمليات ويمكن بحرية جوية. إذا الأمر هنا سيبقى في هذه الحدود. وبالنسبة لتركيا قد يكون أمر الإقالة بالتقاعد لصالح القائدين هذا في خدمة عدم التصعيد، إلا إن أراد الطرف الآخر التصعيد أي الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فإن القرار قرار تقاعد كل من قائدي القوات البحرية والجوية تحمل رسالتين نحو التصعيد ونحو أيضا السلام. إذا الأمر اتركونا في عملية الحفر الرابعة بدون إثارة مشاكل، أو أننا سنخوض الآن قيادة موجهة أن تكون عملياتية.
ما هو منتظر الآن هو رد فعل أمريكا في هذه المرحلة. أمريكا لا تريد التصعيد في نفس الآن. أمر القوات البحرية والجوية لدى الغرب، إن أراد التصعيد فهناك رجالات التصعيد. رئاسة الأركان أصلاً هي لديها استراتيجية تصعيد عالية انطلاقاً من لبنان وإلى ليبيا وقبرص. إذن استراتيجية قيادة الأركان شديدة قوية، خصوصاً ما بعد المجلس الأخير، المجلس الأمني الأخير، لوحظ وبشكل واضح أن قيادة الأركان مصعدة إلى أبعد حد. وهنا يطرح السؤال على من سيكون في موازاة، في خلق توازن ما مع قيادة القطاعين. لأن مثلا القائد السابق للبحرية التركية لا يرغب بأي حال بأن تكون هناك حرب تركية للوطن الأزرق انطلاقا من شواطئ ليبيا، فقط من قبرص وإلى تركيا، والأمر يتعلق ببحر إيجه. هذا كان الأمر فيه واضحا بالنسبة للقائد البحرية الماضية. لا يمكن ما بعد قبرص، ولا أيضا ما يسمى بشمال شرق المتوسط. بالنسبة لقيادة الجو، إلى الآن لم يرغب في أن تكون الآف 16 في الوطية، رغم موافقة أردوغان هو لم يرغب. إذن بعض الشروط التي تريدها القيادتين السابقتين، واليوم يمكن اختيار قائدين من الصقور، من جناح الصقور إلى جانب رئيس الأركان، ويذهب الأمر إلى حرب. والدليل أن هذه الحرب ستشمل أيضا القوات البرية. ولما؟ على وجه، لأن القوات البرية التي حرصت على إعلان حالة الطوارئ في الحدود اليونانية التركية لأكثر من 13 مرة، معنى هذا أن الأمر شديد الحساسية بالنسبة للقوات البرية. والدليل الأكبر هو أن وزارة الخارجية التركية أساساً وتطبيقاً لاتفاقية لوزان، فإن الجالية المسلمة أو هؤلاء الجالية التركية على الأراضي تراس في اليونان أو التابعة اليونان، فبالنسبة إليهم مجلس الإفتاء وغيره من حقوقهم كلها يجب أن تكون مصانة. لماذا طرح ورقة مسلمي ثراس في هذه المرحلة على وجه التحديد؟ ولماذا الدعوة إلى حماية الأتراك والجالية التركية هناك؟ يمكن أيضا للآخرين أن يقولوا أن هناك جالية يونانية في كل من إسطنبول وغيرها، لكن بالنسبة لاتفاقية لوزان يريد فرضا أردوغان، فرضا القوات البرية معه، قيادة الأركان معه، القيادتان للبحرية والجوية. الآن يمكن تعديل هذا الاختيار باتجاه اختيار الحرب، فعلى الجميع أن يختار الآن أمام ما يريدونه. هل سيتركون تركيا وبدون أدنى ضجيج إعلامي ولا جيوسياسي بخصوص الحفر أو عملية الحفر الرابعة وهي التي اقتربت، أو أن الأمر يتعلق مباشرة باستعدادات الحرب تجعل الأزمة مفتوحة في العالم على شرق آسيا، شرق المتوسط، وشرق أوروبا في أكبر خط للأزمات في العالم. وهذا الذي يجعل على الأقل من قوة كبرى في شرق المتوسط أو في كل المتوسط، وأيضا في آسيا وفي أقصى آسيا وأوروبا، كل هذا سيصبح له ما بعده بكل تأكيد. لهذا فعلى الغرب أن يختار، هل يريد خط أزمات يشمل كل من شرق آسيا، شرق المتوسط، وشرق أوروبا مع حرب أوكرانيا، أو أن الوضع يختلف بشكل جذري أمام السماح لتركيا بعملية الحفر دون أدنى إثارة لأي مشكل. وهذا هو الأمر الواقع الآن. ولا ننسى في كل هذا أن اجتماع المجلس العسكري الأعلى التركي أخذ على نفسه
تأمين شامل للنطاق الذي يمكن أن تعمل عليه تركيا. فالمسألة لا تتعلق بما سمي بمحور تركيا، إنما أيضا جميع ما يتسق مع استراتيجية تركيا ليس من داخل الناتو التركي أو التوراني كما يسميه البعض، أو هذا التحالف الناطق للدول الناطقة بالتركية، إنما أيضا وهذا هو المهم الوصول إلى ليبيا. والدليل هو أن الأيرباص 400 وفي اللحظة التي كان فيها مباشرة هذا الاجتماع أي قبله، كان هناك لقاء ما بين عقيلة صالح أردوغان وبين ممثل الغرب الليبي، وكان واضحا أن أردوغان وقبل الاجتماع العسكري الأعلى والاجتماع المجلس العسكري الأعلى التركي، وجدنا الأيرباص 400 في الوطية في قاعدة الوطية، إعادة نشر مباشرة لهذه القوة التركية التي تسعى إلى على الأقل حماية ما لديها، حماية نطاقها الاستراتيجي. ومهم جدا أنه في اللحظة التي كان فيها قائد القوات الجوية قد استمع وبشكل مباشر إلى خبر تقاعده أو حالته للتقاعد، وفي نفس الآن إرسال الأيرباص 400 إلى الوطية عكس ما ينادي به على سبيل الإطلاق، سنجد أن هذه رسالة إلى إقالة قائد القوات الجوية في نفس الآن الذي يقرر فيه أردوغان والمجلس إرسال قوات إلى الوطية. إذن هذه نقطة، هذه زاوية يفسرها الغرب أن العملية كلها قد تذهب إلى حرب، ولكنها لن تكون مشتعلة بشكل واسع لأن الطرفين معا في الناتو وهناك دبلوماسية يمكن أن تشتغل على هذا النحو. إذن لدينا مثل هذا الطرح، والذي لا يعزز قضية الحرب هو الموقف الفرنسي الآن، والذي هو أكثر رصانة مما كان. الأمر الآخر هو قائد القوات البحرية التركية، وعندما نعرف على أنه في لحظة اجتماع المجلس الأعلى التركي العسكري الأعلى التركي وجدنا أن هناك على الأقل ما سمي بسبع إجراءات في بحر إيجا لم تكن اللي يتوقع الجميع إلا بإقالة قائد البحرية. وفي هذا الإطار فإن الغرب الآن هو من سيختار وليس تركيا. إن قبل الغرب عملية الحفر الرابعة فهذا لن يقع فيه أدنى مشكل، يعني أن الأمر سيكون واضحا ولا غبار عليه وينتهي هذا الموضوع. المسألة الثانية أن الاستشكال الذي قد يحدثه اليونانيون ومن خلفهم الفرنسيين على سبيل إثارة شرق المتوسط، فإن تركيا مؤهلة لخوض حرب. يقول على الأقل نائب وزير الدفاع اليوناني بأن سيناريو الحرب قائم، لن تكون حربا شاملة وإنما ستكون حرب تحريك قد تكون قوية وقد تكون بخسائر مهمة أيضا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.